أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الثاني ومساق تاريخ الأردن. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور التي سنقوم بدراستها وشرحها خلال الأسبوع الثاني. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، هذا هو الفصل الثاني من الوحدة الأولى، الممالك العربية القديمة في الأردن. بالطبع عزيزي الطالب، نشأت في الأردن حضارات عدة بعد استقرار الإنسان بسبب هجرة القبائل العربية التي جمعتها وحدة اللغة والعرق والعادات والتقاليد من شبه الجزيرة العربية. لمعرفة أسباب الهجرة، لاحظ معي أسباب هجرة القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية. أولاً، تحول طرق التجارة عن جنوب شبه الجزيرة العربية اليمن، تزايد عدد السكان نتيجة محدودية المراعي ومصادر المياه، كثرة الحروب بين الدول والقبائل العربية في شبه الجزيرة العربية، انهيار سد مأرب بسبب عدم الاهتمام بصيانته وترميمه. هذه أسباب هجرة القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية. المملكة الأولى، مملكة الأدوميين. هذه المملكة نشأت في منطقة الشراء جنوب الأردن في الألف الثاني قبل الميلاد تقريباً، وقد امتد نفوذهم من العقبة جنوباً حتى وادي الحسا شمالاً. شيدوا مدينة بصيرة قرب الطفيلة واتخذوها عاصمة لهم. كان لكل قبيلة شيخ، ويختار الشيوخ من بينهم حسب القوة ليكون زعيماً عليهم، فكان شيخ الشيوخ أي بمثابة الملك، وله القيادة الإدارية والعسكرية. سنتعرف إلى تفاصيل أكثر عن هذه المملكة. بعد ذلك، مملكة المؤابيين. نشأت مملكة المؤابيين في منطقة مؤاب في الكرك. أيضاً امتد نفوذهم من وادي الحسا جنوباً إلى وادي الموجب. اتخذوا ذبيان عاصمة لهم، كانت على درجة من الرقي والتحضر وتطور الفنون. نحن نسمع عن الملك ميشا من أشهر ملوكهم، دون أعماله وحروبه ودفاعه عن المنطقة بوصفها سجلاً تاريخياً على حجر عرف بحجر ذبيان، أو ما يسمى بمسلة الملك ميشا. وقد اكتشف هذا الحجر في منطقة ذبيان، وله أهمية تاريخية في أنه أقدم نقش مؤرخ أثر عليه في الأردن، ويعود تاريخه إلى عام 842 لقبل الميلاد. ثالثا، مملكة العمونيين. في هذا الجزء سنتعرف إلى هذه المملكة. حضارة متطورة في الأراضي الواقعة من الشمال إلى الشمال الشرقي من منطقة مؤاب، تمتد من نهر الزرقاء شمالاً حتى وادي الموجب. اتخذوا منطقة جبل القلعة حالياً عاصمة لهم. جاءوا إلى وادي عمان في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وأطلقوا عليها أيضاً اسم ربة عمون، أي دار الملك. وقد كشفت التنقيبات الأثرية في موقع تل سيران من حرم الجامعة الأردنية وجود كتابات عمونية محفورة على قارورة برونزية تحكي أعمال الملوك العمونية. سنتعرف إلى تفاصيل أكثر عن هذه المملكة والحضارات التي خلفتها. بعد ذلك سننتقل إلى الأنباط. إحدى القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية في القرن السادس قبل الميلاد، استقرت في جنوب الأردن بعد أن سيطرت على مملكة أدوم. هذه الخارطة تعرفنا في المناطق التي شملتها
مملكة الأنباط. سنتعرف إلى نظام الحكم، وهو كان بصورة مملكة وراثية اشترك يعني فيها العديد من الملوك، عبادة الأول الذي هزم اليهود في موقعة قارة على شاطئ بحيرة طبرية، والحارث الثالث وغيرهم الكثيرين. أيضاً سنتعرف إلى المظاهر الحضارية لدولة الأنباط. وعندما نسمع كلمة الأنباط يتبادر إلى ذهننا البتراء. سنتعرف إلى بناء هذه الأعجوبة الثامنة وكل التفاصيل التي تخصها. بعد ذلك سنتعرف إلى الحياة الاقتصادية، الزراعة وأنظمة الري، التجارة، الصناعات البسيطة التي كانت موجودة في هذه المملكة. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع الثاني. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.